النقل المركزي على توفير وسائط نقل مريحة وحديثة ومكيفة. لذا حرصت هيئة الحج على توفير حافلات بمواصفات متميزة لنقل الحجاج عبر المنفذ البري. ولأجل راحة الحاج العراقي خصصت الهيئة مقعدين لكل حاج في الحافلة الواحدة. وهيأت هيئة الحج لذلك 288 قافلة بواقع 576 حافلة، إذ ستنطلق 25 قافلة بواقع 50 حافلة يومياً، وتستمر عملية النقل البري 13 يوم لنقل 13,500 حاج إلى الديار المقدسة عبر المنفذ البري. كما وفرت هيئة الحج 1041 حافلة كبيرة حديثة ومكيفة لنقل الحجاج الكرام بعد إكمال زيارتهم للمسجد النبوي الشريف والتوجه إلى مكة المكرمة وفق جدول تفويج زمني دقيق. وفي مكة المكرمة، ولأجل تسهيل مهمة ذهاب الحجاج إلى الحرم المكي الشريف خلال مدة مكوثه في مكة المكرمة، وفرت هيئة الحج 5 خطوط نقل ثابتة لذلك، إذ حددت 66 حافلة لنقل الحجاج من محل إقامتهم إلى الحرم المكي، كما وفرت 22 حافلة أخرى تردديًا لنقل الحجاج من الحرم المكي إلى محل إقامتهم. وتعمل خطوط النقل هذه على مدار 24 ساعة. كما خصصت الهيئة 95 موظفاً ينظمون عملية النقل، يعملون وفق نظام المناوبات ليل نهار وعلى مدار 24 ساعة. كما حددت بطاقات تعريفية لكل الحافلات والقوافل التي يتم نقلها من خلال هذه الحافلات. وخلال أداء الحجاج للمشاعر المقدسة في الذهاب إلى عرفة، ومن ثم المبيت في مزدلفة، ومن ثم رمي الجمرات والمكوث في منى، فقد وفرت الهيئة 820 حافلة حديثة ومكيفة، منها 120 سيارة كشفة و700 مغطاة حديثة ومكيفة. الهيئة العليا للحج والعمرة، نقل حجاج العراق. خدمة الحاج شرف لنا، الحج يزكينا ويوحدنا.